مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، البرنامج الذي نستعرض لكم فيه أهم الأحداث والتطورات التي جاءت على المواقع الإخبارية والصحف العربية الصادرة اليوم. موقع صحوة نت في أولى أخباره عن بحاح، وجاء في تفاصيل الخبر: غادر نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح مدينة عدن بعد جولة تفقدية في عدد من مرافق المدينة، ودعا بحاح سكان المدينة إلى العودة والمساهمة في إعادة الإعمار، مؤكدا أن حكومته ستعمل على إعادة بناء ما دمره العدوان الحوثي، وذلك بمشاركة أبناء المدينة. وشملت الجولة ميناء عدن الذي تعرضت مرافقه لنيران الحوثيين على مدى أشهر، وكان بحاح وصل إلى عدن برفقة 6 من أعضاء حكومته على متن طائرة سعودية. وفي الشأن السياسي عن اليمن، وزير خارجية الإمارات خلال استقباله المبعوث الأممي: لن ندخر جهدا للتخفيف عن اليمنيين. من العناوين أيضا: برنامج الغذاء العالمي يبدأ توزيع مساعداته في عدن ويؤكد مواجهته صعوبات في اليمن. Human Rights Watch: قوات الحوثي ترتكب مجازر تمثل جرائم حرب. وجاء في أبرز عناوين موقع مصدر أونلاين: بحاح في أول تصريح له عقب وصوله عدن: سأبدأ بزيارة الجرحى. وقال الموقع نقلا عن رئيس هيئة الأركان: لا مكان للقوات الموالية لصالح والحوثي في هيكلة الجيش الوطني. عنوان آخر من تعز: قتلى وجرحى في اشتباكات بصبر الموادم، وكمين يستهدف تعزيزات حوثية في مقبنة. وجاء في الموقع أيضا: الرئيس هادي يعين حيدر العطاس وأحمد بن دغر وعبد العزيز جباري مستشارين للرئاسة. في أقل من أسبوعين اهتز كرسي السلطة في صنعاء مرتين، مرة بنبأ ساعق من عدن عن انتزاع قوات هادي لأجمل مدن البلاد الساحلية من تحالف 21 سبتمبر، واهتز ثانية لينزع عن أصحابه قناع الجرعة الذي غصبوا به السلطة، وحين استثقلوا مسؤولياته عادوا ليحرروا أسعار المحروقات دفعة واحدة. وكانت هذه مقدمة لمقال كتبه الكاتب خالد عبد الهادي في موقع مصدر أونلاين بعنوان عودة عدن نظرة أولية، وقال فيه: ينبئ نظام التقهقر السريع لقوات نظام 21 سبتمبر في عدن عن أنها منهكة وفقدت المبادرة الميدانية، وينبئ قراره بتعويم أسعار المحروقات الذي يعني رفع الدعم عنها أنه على شفا الإفلاس المالي. والحرب كالسياسة، فما كان متاحا فيها بالأمس لم يعد متاحا اليوم، وما هو متاحا اليوم لن يكون متاحا في الغد. فبعد معركة عدن التي تشكل منعطفا حاسما في مسار الحرب، أخذت الصرخة التي يقاتل المسلحون الحوثيون تحت مضامينها تنقلب إلى صراخ على نحو مطرد، وعلى تنديد تحالف صالح والحوثي بالأمم المتحدة متهمين إياها بالصمت والتواطئ بشأن الحرب السعودية في اليمن. ومن المفارقة أن تحالف صالح والحوثي تذكر الأمم المتحدة الآن، بعدما ظلت هي تتلطف في مخاطبته رجاء الموافقة على هدنة إنسانية لإغاثة منكوبي الحرب. خرق هذا التحالف الهدنة الأولى في مايو الماضي، فلم تأتي الهدنة الثانية إلا وقد وعى خصومهم الأسلوب المناسب للتعامل معه، فلم يلتفتوا إلى الهدنة بل دشنوا فيها مرحلة جديدة من الهجمات الجوية المكثفة مهدوا بها للهجوم البري المضاد في عدن. أغفل الحوثيون درسا تاريخيا مهما، فوقعوا في الورطة الراهنة، ظانين أن النظام السعودي سيلقي بقنابله من الجو مكتفيا بتدمير عدادهم وأغلاق هذا الملف. أشار موقع نيوز يمن إلى هذا الخبر من مدينة عدن، والذي جاء فيه: اقتحمت مجموعة مسلحة كنيسة كاثوليكية بناها البريطانيون في خمسينيات القرن الماضي بمدينة عدن. وقال ناشطون إن مجموعة من العناصر المسلحة تدعي انتمائها للقاعدة قاموا باقتحام ونهب الكنيسة الكاثوليكية في منطقة البنقسار بالتواهي في عدن. وإلى تعز: مقاومة تعز تحاصر الحوثيين وتدشن جبهة جديدة في الدمغة. في الشأن العسكري، مصر تعلن تمديد مهمة قواتها المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي في اليمن. وفي تصريحات بحاح: زيارتي إلى عدن لم تكن مفاجأة، وعدن تحتاج لتجهيزها لممارسة العمل السياسي. ذكر موقع مأر بريس في تصريح لوزير الخارجية دكتور رياض ياسين القول: لدينا دلائل تكشف تورط الميليشيات في ضرب المدنيين لاتهام التحالف.
عنوان آخر: الحوثيون يواجهون وضعا صعبا بعد خسارة عنان. وفي هذا الخبر: تعرضت امرأة للاعتداء على أيدي مسلحين من جماعة الحوثي في إحدى محطات تعبئة الوقود بالعاصمة صنعاء. وقال شهود عيان لمأرب بريس إن أحد المسلحين التابعين لجماعة الحوثي اعتدوا بالضرب على امرأة أمام زوجها وقاموا بطردهم من المحطة في شارع 50 بصنعاء عندما طلبت منه تعبئة دبة 20 لتر من مادة البنزين. ومن عنوان الموقع: عن المقاومة بتعز تتقدم في أكثر من جبهة وتبدأ بمحاصرة موقع العروس. تصدر هذا الخبر موقع تغيير نت عن المخلوع صالح الذي توعد في تصريح له: لن يكون لهادي مكان في اليمن والسعودية عدوتنا. وإلى محافظة أبين: المقاومة الشعبية تدخل زنجبار مركز محافظة أبين بعد فرار قوات الحوثي وصالح. وكما قال الموقع في هذا الخبر: هروب شقيق زعيم جماعة الحوثي عبد الخالق الحوثي من مدينة عدن عبر البحر. ليلة عنيفة في البيضاء، والمقاومة الشعبية تهاجم مقر الحوثيين وتستهدف تعزيزات عسكرية. الانتصار على ميليشيا الحوثي والمخلوع أصبح مسألة وقت فقط، لأن وضع هذه الميليشيا بأنه فقدت قوتها على الأرض ولم يبقى معها سوى قليل من الغرور والمغامرة سيستنزف مع الأيام القليلة القادمة. هذه مقدمة لمقال كتبه عباس الضالعي ونشره في موقع تغيير نت تحت عنوان: تحديات ما بعد الانتصار على ميليشيا الحوثي وصالح. وقال فيه: هذه الميليشيا فقدت أركان قوتها العسكرية والسياسية والشعبية، وفقدت أدواتها وعتادها، والأهم من هذا كله أنها فقدت ثقة البيئة الحاضنة بسبب كذبها وتضليلها على الناس. وانكشف مدى زيف شعاراتها وفهم الناس، خاصة الذين اغتروا بتلك الشعارات البراقة. الجميع وصل إلى قناعة كاملة، بما في ذلك أنصار ومؤيدو الميليشيا، بأنها عبارة عن مجموعة متكاملة من العقاب والإرهاب. ميليشيا لا تفهم سوى القتل والتدمير والتفجير، وبمعنى أكثر دقة فإنها الصورة الحقيقية للوعد الذي أعلنه المخلوع القنبلة الموقوتة الذي هدد بها إبان اندلاع ثورة فبراير عام 2011. عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة هي من أبطل انفجار تلك القنبلة بالشكل الذي كان يرتب له المخلوع وأذرعه الإرهابية من الحوثي والقاعدة وغيرهما، لأن مخططه كان يتضمن إغراق البلد بالدم من خلال حرب أهلية طاحنة مزودة بالمناطقية والمذهبية والعنصرية. الحرب الحالية في مناطق الجنوب وتعز والبيضاء ومأرب لم تصل إلى هذا المستوى، والدليل وجود عناصر دائمة لميليشيا الحوثي والمخلوع في تلك المناطق تحت مسميات مختلفة: عضوية المؤتمر وأنصاره، الموالون لإيران، المستفيدون من الأموال، بعض العناصر من قوى اليسار والمشائخ وغيرهم. نقرأ تفاصيل هذا الخبر من موقع عدن الغد الذي جاء فيه: وصلت اليوم الأحد تجهيزات عسكرية ضخمة من دول التحالف لدعم الجيش بعدن. وقال مصدر بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة لعدن الغد إن تجهيزات عسكرية وصلت، بينها عشرات الدبابات وناقلات الجند والمدرعات. وبحسب المصدر فإن هذه التجهيزات ستخصص لدعم وحدات الجيش الذي يتم تجهيزه بعدد من المديريات. ومن عناوين الموقع: مسؤولة الإغاثة في جيبوتي توجه بتسهيل رحلات اليمنية لعودة النازحين. في التطورات الميدانية: المقاومة في الضالع تتصدى لكتائب الحوثي وقوات صالح وتكبدهم الكثير من الخسائر. وصول قافلة غذائية إلى المقاومة في جبهة العند. قبل مطالعة أهم ما جاء في الصحف العربية الصادرة صباحنا اليوم، نذهب إلى فاصل قصير. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، نصحبكم الآن في جولة إلى أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم. وصفت صحيفة الشرق الأوسط ما يحدث في جبهات القتال بين ميليشيا الحوثي والمقاومة الشعبية بأنه تطورات متلاحقة على الصعيد العسكري تجسدت في تحقيق المقاومة والقوات الموالية للشرعية نتائج إيجابية وتقدما كبيرا في عدد من جبهات القتال خلال اليومين الماضيين. وتشتعل هذه الجبهات حيث تحتدم المعارك بين القوات الموالية للشرعية الدستورية والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.
وتستمر الصحيفة في سرد التفاصيل. تمكنت المقاومة الشعبية والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي من استعادة السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين بعد قتال دام لأكثر من يومين في جبهة دوفس التي انهارت فيها ميليشيات المتمردين الحوثيين، فيما تستمر المواجهات في مديرية لودر التي تسعى المقاومة لاستعادة السيطرة عليها. كما تحدثت الشرق الأوسط عن انكسار حملة لميليشيا الحوثي كانت تسعى لإسقاط مركز محافظة الضالع، وقالت وفقا لمصدر خاص أن العمليات في الضالع أسفرت عن انكسار الحملة ومقتل قائد الحملة على الضالع المدعو صالح الشرجي، وكذا مقتل 85 من ميليشيات الحوثي وصالح وإصابة العشرات وتدمير وإحراق 10 أطقم وتفجير دبابة وناقلة جند تحمل مضاد الطيران 23، وكذا تدمير مدفع عيار 37 بالقرب من السجن المركزي بسناح. كما تمكنت عناصر المقاومة الشعبية من الاستيلاء على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وفقا لما قالته الصحيفة. تواصل صحيفة العربي الجديد اهتمامها وتوقعاتها فيما يخص محافظة حضرموت، وقالت الصحيفة لا يزال موقف قوات المنطقة العسكرية الأولى المناط بها حماية وادي حضرموت في حدود التصريحات، ولم ينتقل لمرحلة الفعل الأمر الذي أفقد ثقة المواطن في أن تتولى هذه القوات حماية المحافظة من تمدد الجماعات المسلحة، ويتخوف أبناء حضرموت من أن تتحول المحافظة لساحة صراع بين الجماعات المسلحة، لكن مخاوفهم هذه تقابل بتجاهل رسمي من السلطات الشرعية. وتؤكد الصحيفة أن محافظة حضرموت باتت مطمعا لكل الجماعات المسلحة لما تحظى به من موقع استراتيجي ومخزون نفطي كبير فضلا عن شريط ساحلي طويل. وتقول العرب الجديد إنه من المتوقع أن يتسبب التراخي من قبل السلطات تجاه الجماعات المسلحة سواء القاعدة أو تنظيم داعش في تنامي التنظيمين وتأدية دور محوري في تحديد مستقبل المحافظة. وفيما يقول مراقبون إن تنظيم داعش بتناميه البطيء سيبقى بمثابة نار تحت الرماد وكابوسا يؤرق أبناء حضرموت ما لم تعد هيبة الدولة وتفرض سيطرتها على جميع أراضيها، فإن آخرين وعلى العكس تماما يرون أن لا وجود لداعش في اليمن، وكل ما تتناقله وسائل الإعلام مجرد دق على وتر المذهبية وعناصر تستخدمهم أطراف محلية وخارجية سياسيا. صحيفة السياسة الكويتية اهتمت بالعديد من المواضيع، بينها شبهات حول علاقة نواب كويتيين سابقين بتنظيم داعش، واشنطن تبيع 600 صاروخ باترويت إلى الرياض. قالت السياسة في التفاصيل إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت موافقتها على بيع 600 صاروخ من نوع باتريوت إلى السعودية بقيمة 5.4 مليار دولار مع جميع معدات تشغيلها وأدواتها الاحتياطية، وأضافت أن هذه الصواريخ ستسهم في تعزيز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عن طريق المساعدة في تعزيز أمن شريك السعودية كان وسيظل قوة مهمة في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. وأكدت أن صفقة الأسلحة ستسدد النقص في مخزون السعودية الحالي من صواريخ الباترويت، مشددة على أن تزويد المملكة بالصواريخ لن يخل بالتوازن العسكري في المنطقة. وتتميز صواريخ باترويت بقدرتها الفائقة على اعتراض جميع أنواع الصواريخ البالستية في الجو قبل إصابتها هدفها، وذلك بسبب ارتباطها بمنظومة رادار على درجة عالية من الحساسية. من العناوين أيضا لبنان في مرحلة الهدوء ما قبل العاصفة. نشرت صحيفة العربي الجديد مقالا للكاتب عبد النور بن عنتر عن مستقبل العالم العربي وما ينتظر الدول العربية المعرضة للشتات والانقسام، ويضيف الكاتب الدولة العربية اليوم مربكة، بل على المحك، فهي موجودة بين مطرقة الفواعل المحلية غير الدولتية ما دون وما فوق الدولة والفواعل الدولتية الإقليمية والعالمية، وهي عرضة للتفكك، بل بعضها تفكك وانهار، ليبيا، سوريا، العراق، اليمن. وعليه فإن التعقد والتفكك أهم ميزات المشهد السياسي العربي الراهن،
يخص التعقد الدرجة العالية من تداخل العوامل والفواعل والتفاعل بين البنيوي والطارئ وبين المحلي والخارجي في المشهد السياسي العربي. طبعا يحمل الخطاب السائد في بعض أنحاء المنطقة الربيع العربي مآلة ما ستؤول إليه الأمور، والحقيقة أن هذه محاولة يائسة لتبرئة الذات وتحميل الغير أخطاء أنظمة جثمت ولا زالت على صدور شعوبها عقودا. يمكن تشبيه الربيع العربي بحجرة رميت في بركة لا تتجدد مياهها الراكدة فصعد إلى سطحها العفن والرائحة الناتنة. إذن ليست ظاهرة الربيع العربي مسؤولة عن تفكك فاصل العالم العربي، وإنما كشفت عورة الأنظمة الحاكمة السياسية، كشفتها على ثلاثة صعد، بيّنت مدى فشل هذه الأنظمة وتسلطها وحتى انكشافها على الرغم من آلتها القمعية، وأوضحت مدى عرضية تحالفاتها السياسية الداخلية والخارجية، بيّنت قدرة أنظمة أخرى على الالتفاف على المطلب الديمقراطي في البلدان الشقيقة وإجهاضه بالموعظة الحسنة، التحريض ضد الديمقراطية باسم الإسلام والأمن وبالمال وبالسلاح. ويبدو أن الصراع بين قوى التغيير التي أتى بها الربيع العربي ومعارضيها حسم لصالح القوى المحافظة، قوى الوضع القائم والأنظمة القائمة. وحتى التجربة التونسية الاستثنائية بدأت تتعرض لبعض عوامل التعرية تجعلها تحيد عن سكتها الانتقالية، فعودة الحرس القديم إلى الحكم عبر الانتخابات مهدت الطريق لعودة ممارسات قديمة بحلة جديدة، مثل سير حزب نداء تونس الحاكم على خطى الدستور السابق والسير نحو الدولة الأمنية بفعل النشاط الإرهابي. وهنا تجري الرياح الإرهابية بما تشتهي السفن السياسية. الإرهاب من أكبر مسوغات الدولة الأمنية. أما في التجارب المجهضة ليبيا سوريا اليمن مصر، ففي مصر تمكن النظام القديم من استعادة المبادرة وتجديد سيطرته بذرائع جديدة لكن بمضامين قديمة، فيما انهارت الدولة في ليبيا وسوريا واليمن. نقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر في المقاومة الشعبية قولها إن ميليشيا الحوثيين المدعومين من قوات الرئيس السابق علي عبد الله الصالح يواجهون انهيارات كبيرة في صفوفهم في المحافظات الجنوبية والوسطى بالتزامن مع فشلهم في الحشد الشعبي في المناطق القبلية الموالية لهم في الشمال إثر سقوط الآلاف من أبنائهم قتلى وجرحى وأسرى في أيدي رجال المقاومة الشعبية في كافة المناطق الجنوبية والوسطى. وأوردت الصحيفة ما قاله الناطق الرسمي باسم المجلس التنسيقي الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز البرلماني محمد مقبل الحميري، الذي أكد وجود بشرى لشرفاء الوطن بالنصر المتمثل في انهيار كبير للحوثيين في مختلف جبهات مدينة تعز، وخاصة في جبل صبر الأشم الذي كان يعتبره الحوثيين أنه معقلهم. وأوضح أن أبناء صبر الأبطال قد انتفضوا وطهروا الأرض من تحت الأقدام الملوثة، وسيطر الأبطال على مختلف المواقع بما فيها الموقع الاستراتيجي موقع سيعة وموقع المحزف الهام. وحاليا الغزاة الحوثيون محاصرون في موقع العروس المتبقي بأيديهم، وما هو إلا يوم أو بعض يوم وسيسقط موقع العروس بأيدي أبطال المقاومة. أكد وزير خارجية رياض ياسين لصحيفة الحياة اللندنية إن أعضاء الحكومة سيتوافدون إلى عدن في الأيام المقبلة بعدما شهدت الأوضاع الأمنية بما فيها استقرار واضحا وبعد تحريرها من ميليشيات الحوثية. وقد بدأ عدد كبير من المسؤولين يمارسون عملهم من داخل الأراضي المحررة. ويضيف الوزير الدول الخليجية وسعت برامج تدريب المقاومة داخل اليمن في منطقة حدودية مع السعودية وفي أراضيها، كما أن هناك خبراء أمنيين على الأرض يساهمون في إعادة بناء الجيش، وهذا ليس أمرا صعبا كما يتصور بعضهم لأن بناءه أسهل من بناء جيش موال لشخص كما كان عليه الحال طوال العقود الثلاثة الماضية. عنوان آخر، بحاح يتفقد الجرحى في مستشفيات عدن. ومن عناوين حياة، دول الخليج تطالب واشنطن بضمانات إضافية بعد الاتفاق النووي. بارزاني يطالب الكردستاني بالخروج. الملا منصور خلفا للملا عمر في زعامة حركة طالبان. صحيفة الخليج الإماراتية وصفت عودة نائب رئيس الجمهورية خالد بحاح إلى عدن بأنها انتصار، وعنونت بحاح يعيد الشرعية رسميا إلى عدن. عنوان آخر، وزير خارجية الإمارات يؤكد حرص بلاده على تخفيف معاناة اليمنيين. عنوان ثالث، وفاة ثلاثة من أسرة بن لادن في تحطم الطائرة السعودية في لندن.
وعنوان آخر تمديد مشاركة القوات المصرية في الخليج والأحمر. تحت عنوان نكون أو لا نكون كتبت الروائية العراقية إنعام كاجاجي مقالا نشرته صحيفة الشرق الأوسط في عدد اليوم وقالت فيه: نستضيف موسم أصيلة بعد أيام، ندوة بعنوان نكون أو لا نكون، والمقصود هو العرب أبناء هذا الوطن الكبير المنفجر مثل طرد ملغوم. إن من تطلق عليهم تسمية اللاعبين الكبار في عواصم القرار يتداولون ويدرسون آثار انفجارنا ويتعاملون بعقلية الأمر الواقع مع انقساماتنا، في حين ما زال أبناء الأمة يضربون أخماس بأسداس ويحاولون رد القدر بعبارات من نوع اشتدي أزمة تنفرجي. نعم لقد اشتدت كما لم يحدث من قبل، لكن بأي شكل ستنفرج؟ يثير الإغالة في الدم والجنون استهجان العقلاء ويفتح الباب لمسألة ما كان محرما التطرق إليه. وعاد سؤال نزار قباني: متى يعلنون وفاة العرب؟ ليطرق حديد صهارجنا وتشترك قبضات أجنبية في الطرق، يريدون لنا أن نتفتت وننقرض، ونحن نجتهد لنساعدهم في بلوغ الهدف والانقراض. والانقراض حسب التعريف المعجمي هو اختفاء الكائن الموجود على كوكب ما واستحالة ظهوره من جديد. فهل يمكن أن يضمحل العقل العربي من طول العجز والنفاق والخوف من التفكير؟ ثم يأتي من يسأل عن دور المثقف في استشراق الأزمات وقيادة الطلائع الأمة. أي مثقف؟ لقد تصور أنه استراح من الرقيب على المطبوعات بعد أن تقاعد هذا الأخير عن مهمته لجلل في المنع والشر، لكن عامل المطبوعات استولى على المهمة بحجة التقوى إنه يمتنع عن تنظير ما لا يعجبه من نصوص أهل الفكر والشعراء الهائمين في الوديان لأنه يرى فيها مفسدة. ختام الحلقة، نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، وإلى أن نلقاكم دمتم في رعاية الله وحفظه.